أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إخواني لمثل هذا فأعدت صدق رسول الله فيما قال أو كما قال بارك الله لكم في جمعتكم أيها المسلمون الكرام بينما نسعى وراء أعمالنا ومشاغلنا المستقبلية التي لا تنفذ ولا تنتهي فإننا نمر أحياناً بفترة ننسى فيها الغاية من خلقنا ووجودنا ويغيب فيها الموت عن عقولنا ونحن جميعا نعلم ونؤمن أن الموت حق والبعث حق وسنقف أمام رب العالمين وسنسأل عن أعمالنا الصالحة والسيئة فإما أن نحصل على مكافأة أبدية أو نسقط في عذاب أليم أيها المسلمون الأفاضل إن الإيمان بالآخرة هو الأساس الأهم الذي يعطي التوجيه ويضيف معنى وقيمة لحياتنا لأن من يؤمن بالآخرة يدرك أن هذا الإيمان هو مفتاح السعادة الأبدية في هذه الدنيا وبهذا الشعور والإيمان يسعى لأن يعيش حياة ينال بها رضا الله سبحانه وتعالى فالمؤمن يعمر حياته بالأعمال الصالحة ويزين حياته بالأخلاق الحميدة أيها المؤمنون الأفاضل الحياة تمضي والأيام تسرع والمراحل تطوى والأعمار تقل ولا غنيمة إلا بالإيمان والعمل الصالح ذلك وربي هو المتجر الرابح والطريق الأقوم والسبيل الواضح والاختيار الأسلم والخيار الناجح ولنكن على يقين أن الآخرة خير وأبقى
ولنعبد الله حق عبادته حتى لا نكون ممن يقال لهم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ولنحاسب أنفسنا قبل أن يقال لنا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ودعونا لا ننسى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.